Thank you.
شوارع القدس العتيقة قدام الدكاكين بيت فلسطين حكينا سوا الخبرين عيوني مسهرين قالوا لي هين الدين من ناس ناطرين ومشيت بالشوارع شوارع القدس العتيقة وأرفع باب أبواب صارت وصرنا أصحاب وعينيهم الحزين من طائف المدينة تاخدني وتوديني بغربة العذاب كافي أرض وكافي إيدي عم بتعمر عم بتعمر تحت الشمس وتحت الريح صار في بيوت وصار في شبابي عم بتسهر صار في ولاد وإيديهم في كتاب وبليل كل ليل سال الحق بفيت البيوت والإيدين السوداء خلعت البواب صارت البيوت بالأصحاب صارت البيوت بالأصحاب بينن وبين بيوتن فاصل الشوك والنار والإيدين السوداء عم صرخ بالشوارع شوارع القدس العتيقة خلي الغنية تصير عواصف وهدية يا صوتي ضلك طاير صوتا بهالضماير خبرهن عاللي صاير بلكي بيوعد ضمير يا صوتي ضلك طاير صوتا بهالضماير خبرهن عاللي صاير بلكي بيوعد ضمير مريح قول للرجال
لم يزدني الورد إلا عطشا لي حبيب حبه وسط الحشا إن يشاء يمشي على خدي مشى. بدي أبدأ كلمتي بسلام من فلسطين، من ترشيحة، من الجليل. لأهلي من ترشيحة في مخيم برج البراجني، ولكل إخواننا الفلسطينيين وكل اللبنانيين وكل السوريين، تجمعنا كلمة واحدة، إحنا عرب. فأهلا وسهلا فيكم، إن شاء الله بتستمتعوا معنا بهالبرنامج الحلو مع أطفال الموجودين معنا. شكراً لكم. Thank you.
موعدنا أرضك يا بلدنا، مهما تغربنا وبعدنا، موعدنا أرضك يا بلدنا، مهما تغربنا وبعدنا، مهما الأيام تقسى الأيام، مهما الأيام تقسى الأيام، على حب نحن توعدنا، على حبك نحن توعدنا، على حبك نحن توعدنا، على حبك نحن توعدنا. الله 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 يا بلد،
أحبابك يا وطني. نحن أحبابك، نحن أحبابك، ما منبذل بالذهب ترابك. نحن أحبابك، علمنا العالم بكتابك وحروفك بالنور كتبنا. علمت العالم بكتابك وحروفك بالنور كتبنا. ومهما الأيام تنسى الأيام، مهما الأيام thank you.
صغيرة اكتشفناها بالأربعة أيام اللي اشتغلنا فيهن في المخيم، ما كنا نعرف.
بيقولوا صغير بلدي بالغضب مصور بلدي بيقولوا صغير بلدي بالغضب مصور بلدي كرامي غضب والمحب غضب والغضب الأحلى بلدي بيقولوا بلاد ونكون بلاد بلدنا خير وجمال بيقولوا يقولوا شو هم يقولوا شوية صفر وتلال بيقولوا بلاد ونكون بلاد بلدنا خير وجمال بيقولوا يقولوا شو هم يقولوا شوية صخر وتلال يا صخرة الفجر وقصر الندي يا بلدي يا طفل مدوج عالمعركة غدي يا بلدي يا صغير وبالحق كبير وما بيعد يا وحياتي
الجفرة وهي الراجع مفتاحي في ايدي لافتح بيتي في يافا اذا اتأخر سيدي بواريدي رح نرجع دارينا نفتح شبابي جفرة وهي الرابع عدى بكلاجينا من ضربتك دامينا تعرف إنا جينا شفرة وهي الرابع عدى بكلاجينا من ضربتك دامينا تعرف إنا جينا إذا تأخرنا الصبح بقدامك نادينا نسمع لو إنا بعدت أراضينا بصرخ ونادي علي مش سامع بصرخ ونادي يا زارف الطول يا بلكو حط في كوفي يا زارف الطول يا بلكوفي هالوطن مزروع حط في كوفي لو كيلو من ناس شو بتكوفي رح كلهم عسكر للوطن انا بيتي في يافا إذا تأخر سيدي شفرة وهي الرابع مفتاحي بإيدي لافتح بيتي في يافا إذا تأخر سيدي في دمي ضل الوطن ويضل بواريدي رح نرجع دارينا نفتح شبابيكو رح نرجع دارينا نفتح شبابيكو رح نرجع دارينا نفتح شبابيكو شكرا.
لو طال بعدي يا دار الان تحزني لو طال بعدي بعدي لكمان تفتحي الابواب أمان لا تفتحي الابواب بعدي لك أمان طول ما احنا غيابي يا ماي يا ماي يا أسمار وعيون نصور رمشك عين ورماني
تعريشنا خلص. محضرين لكم مفاجأة صغيرة بس. مفاجأة صغيرة. أنا كمان مرة بدي أشكركم جميعاً. حضوركم جميل جداً. جمهور رائع وجمهور راقي. شكراً لاستقبالكم إلنا ولأطفالكم. وبتمنى إنه هالطريق تكمل وتشجعوا هاي الأطفال وتدبوا فيهن بس روح التفاؤل وتضل البسمة موجودة على وجوههن. بحب في على البرنامج اللي أعطيناكم إياه سينا عازف الكلارينيت. نسيت اسمه منتصر بس العيل نسيت منتصر جبريني. فأهلا وسيك فيك يا منتصر. كتير كان إلي لقاء كتير بهدول الأربعة أيام مؤثر كتير مع ثلاث موسيقيين سوريين معنا من سوريا الحبيبي موجودين معنا على المسرح. بحب أشكر عمر سعيد عازف الطبلي عمر سعيد. فعلا فنانين كبار كتير وأنا بعتز إنهم معي على المسرح. وأستاذ تمام سعيد وعلي نسيت العيلة علي ده. علي عبدو. فأهلا وسهلا فيك. بدي أشكر مدير المؤسسة باسمي وباسم الفرقة وباسم كل هاي الأطفال الأستاذ إياد ستيتي على هذا المجهود. وبدي أشكر بطلي معنا اسمها نور أبو ريا منسقة الكمنجاتي في لبنان. شكرا لك يا نور وأهلا وسهلا فيكم. كندش رشيد سوري نسيت كندش كمان مدرسة في معهد الكمانجاتي. تعريف على أعضاء الفرقة. مساء الخير. شكرا كثير لكم. بس لابد إنه أحكي عن تجربة نور أبو ريا منسقة البرنامج في لبنان أو الكمانجاتي في لبنان. نور كانت في الحفل الماضي AUB. هي بنت بالمناسبة من بنات بيت أطفال الصمود. تعلمت في برنامج الكمانجاتي. نور تعالي هون. نور كانت طالبة من طالباتنا في البرنامج على مدار 10 سنوات والآن هي بنفسها تقود المشروع مع زملائها الطلاب اللي هسه عارف عليهم بالاسم شخص هم طلابنا وطلاب بيت أطفال الصمود طبعا. شكرا للأستاذ نسيم دكور. علي عبدو من سوريا. زينب حسين من برج البراجني. أخوها داود حسين من برج البراجني. كندر شيد من سوريا. حمزي من برج البراجني. محمود الأسود من برج البراجني من طلابنا. هبة خليل من برج البراجني. يعرفوها هبة؟ طبعاً أحمد الأسود عازف الناي مساعد نور. وأحمد دبدوب على ناي وراء. الأساتذة من فلسطين محمد خمايسي على ناي تربية الكمنجاتي. أدهم خمايسي على القانون. والأستاذ منتصر جبريني على الكلارينيت هو منسق الأكاديمي للمؤسسة. حكى الأستاذ تمام سعيد من سوريا. وخليل عبد المعطي من شتيلة. والأستاذ يعني دبدوب أبو عمر دبدوب من شتيلة خالد طبعا. الأستاذ عمر سعيد ومحمد علي من شتيلة هو لبناني. وآمن حسين من برج البراجني. وأحمد أبو خريبي من برج البراجني.
طبعا هم بيبدوا براجلي مؤقتا، انا مش حافظ اماكن يعني او المدن الاصليه، بس جميعهم هم من فلسطين اكيد راح يعودوا لفلسطين. المفاجاه هي خارج البرنامج، وراح نخرج خارج السياق الفني اللي عملناه بشيء فني جميل جدا، بس الشرط انه الكل بده يتفاعل معنا. تفضل عدي الخطيب. البنات اللي غنوا معنا من فرقة القدس من البداوي سولو، شكراً لبوابة اللاجئين اللي عرفونا عليهم وأجوا شاركوا معنا هاي الليلة، أصوات جميلة جداً. وجميع الأطفال اللي غنوا كلهم بتعلموا موسيقى في برنامج الكمانجاتي، إحنا طبعاً شركانا اللي بنفتخر فيهم دائماً بيت أطفال الصمود. لفيت كل المدن، لفيت كل المدن، لفيت كل المدن والهند والصين، وخليت راسي فوق وما نزلت عيني، ومهما علي كست ومهما علي كست ومهما علي كست أيامك يا الظهر يكفيني كل الفخر إني فلسطين. طبعاً عالمجوز نتبك ونطير، فلسطينية ما نطير، عالمجوز نتبك ونطير، فلسطينية ما نطير، روسنا بالعلالي يا جبل ما يهزك ريح، يا جبل ما يهزك ريح، ومين احنا مين احنا الكرامة فلسطينية، روسنا بالعلالي ويا جبل ما يهزك ريح، يا جبل معنوة ليعود، من الحدود لا لحدود كل شبر فيك ليعود، فلسطين أهل الصمود. يا جبل ما يهزك ريح، يا جبل اسمعكم يلا، ومين احنا وعزتنا لك مين احنا الكرامة فلسطينية، روسنا بالعلالي يا جبل ما يهزك ريح، يا جبل روح.
راجع يا بلادي يا دار أهلي وجدادي راجع يا بلادي يا دار أهلي وجدادي لعلم كل ولادي يا جبل ما يهز ريح يا جبل ما يهز ريح ومين احنا فلسطينيين وعزتنا أعلى مين فلسطينيين الكرامة فلسطينية روسنا بالعلالي يا جبل ما يهز ريح يا جبل يا هوا هوا معلوم فلسطيني ملي اسلام ومسيحي وبعوض الله منصورين يا جبل ما يهزك ريح يا جبل ما يهزك ريح ومينا فلسطيني وعزتنا فلسطيني لك مينا فلسطيني الكرامة فلسطيني روزنا بالعدالي يا جبل ما يهزك ريح يا جبل عالمجوز ندبك ونطيح فلسطيني منطيح عالمجوز ندبك ونطيح فلسطيني منطيح روسنا بالعلالي يا جبل ما يهزك ريح يا جبل ما يهزك ريح يا جبل ما يهزك ريح